كتشوفوا حنايا خارجين من الحسيمة غادي نمشيو ان شاء الله التراك ديال إمزورن ايوا مع الفجر عليكم معايا غنشوفوا ان شاء الله منظر مع الفجر شحال هادي ما خرجنا مع الفجر خليكم معايا ايوا نشوفوا المناظر اللي كاينين مع الفجر احنا كيما كتشوفوا البومبات لي صافي ديال الصباح اللي كاين على الدخله ديال الحسيمه كما كتشوفوا ايوا حتى الاج ديال ان شاء الله ولا من الاج ديال التحت خليكم معايا دابا نشوفوا شنو غادي نديروا خليكم معايا كيما كاين نخ لسه الاج ديال غرفجه الى اجدير مع الفجر واحد الهواء اخوتي واحد الهواء واحد الهواء كيف داير واحد الهواء كيف داير الله شحال كنتوحش هاد الهواء المشاهدين الكرام والله الا كنتوحش هاد الهواء معتبر والله الا معتبر زوين بزاف منظر زوين صراحة منظر واعر مشينا مشينا لأجدير مع الفجر ونشوفوا أجدير والمناظر اللي كاين مع الطريق مع وقت ديال الفجر خليكم معايا خليكم معايا بزاف هادي ما دخلنا أجدير المشاهدين الكرام في هاد الوقيتة بزاف 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 ودابا قررنا إن شاء الله مع الستة ديال الصباح يلا صر لينا الفجر هادي واحد نص ساعة مو دابا هكا نص ساعة صلينا وحنا يخرجوا ندير لكم واحد الفيديو ان شاء الله وتشوفوا الدنيا كيف دايره مع الفجر كاينين اللي كيمشيو يخدموا او لا كيمشيو يشريو السلع من واحد التجاره ديالهم اللي عندهم وكاينين اللي كيشخروا عاد مازال اغلبيه كيشخروا
مشينا لأجدير. خليكم معايا. الجو مخير 23 درجة، الهواء ما هو بارد ما هو سخون، يعني في هذا الصباح هذا مخير والله العظيم. واحد الجو ما شاء الله، الجو عجيب، الجو عجيب. المشاهدين الكرام صراحة كما كتشوفوا المشاهدين الكرام، نتمنى يعجبكم الفيديو، ما تنساوش تدعمونا باللايك، اللايك اللايك الله يجزيكم بخير. كنشكر جميع المتابعين ديالنا، الله يحفظكم وينجيكم من المصايب ويجيب لكم اللي فيها الخير ان شاء الله. خليكم معايا ان شاء الله مع الفيديو القادم باذن الله. ما تنساوش تدعمونا المشاهدين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله. الجزيرة من هنا كيفاش كتبان، والجزيرة كتبان ما شاء الله، كتبان لكم من هنايا. ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو والمشاهدة الكرام، حنا دايما مع الجديد.